عندك كلف، نمش، بقع، تصبغات في جسمك في بشرتك، الوصفتين دول جامدين جدا. هعمل معاكم النهارده وصفتين حلوين جدا، ولو عندك تجاعيد في بشرتك الوصفه دي هتمحيها تماما مع الاستمراريه. يلا اعملي لي لايك وكمان اشتراك في القناه وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك، ويلا بينا نشوف ايه هي الوصفه او الوصفتين اللي معانا الحلوين جدا اللي فعلا هتعجبكم. يلا بينا. اول حاجه هنا انا معايا صفار بيض، شايفين صفار بيض عادي، وحاولت ان انا اقلبه بالمعلقه ان انا افتت الصفار او افصله عن بعضه زي ما انت شايفه كده. تمام، صفار البيض من الحاجات الجميله جدا اللي بتزيل بقى البقع والكلف والنمش، وزي ما قلنا في اول الفيديو كل حاجه، فصفار البيض حلو جدا وكمان غني بالبروتين. هاخد كمان معايا معلقه من لبان الذكر، ميه لبان الذكر. لبان الذكر ده او لبان الذكر بتجيبيه من العطار وتنقعيه لمده يوم كامل وبتاخدي الميه بتاعته بالشكل ده. طبعا ده لبان الذكر من الحاجات الجميله جدا اللي بتزيل التجاعيد وبتقلل المسام الواسعه. هنا هاخد معايا معلقه من الدقيق او الطحين، ده شكله الدقيق او الطحين، ده حلو جدا بيفتح البشره وبيخلي البشره طريه كده ناعمه مش ناشفه ومشدوده زي ما انت شايفه كده. هبدا ان انا اقلب الخلطه كويس جدا مع بعض، ومهم جدا زي ما قلنا في كل وصفه لازم نقلب كويس علشان المكونات ما تكتلش معايا وتبقى بايظه. تمام كده، هاخد كمان معايا معلقه، انا خدت معلقه اولانيه وهاخد معلقه كمان وهقلبهم كويس. هنا بقى هبدا ان انا اخففهم بمعلقه من الحليب، معلقه صغيره مش كتير، بس عشان بس ما تبقاش ناشفه معايا، فانا عايزه اخلي الوصفه زي ما انت شايفه كده لينه معايا شويه، فخففتها بمعلقه من الحليب وهقلبهم كويس قوي زي ما انت شايفه. طبعا الحليب بينقي البشره وبيزيل الاتربه والاوساخ اللي بتبقى في البشره، بيخلي البشره كمان بتتنفس، فالوصفه كلها مكمله بعضها. خدت كمان نقطتين كده علشان الوصفه حسيتها انها لسه مجمده معايا، فانا عايزاها تبقى كريمي. تمام كده قلبتهم. هبدا بقى ان انا اخد معايا القهوه او البن. القهوه او البن عموما بيزيل البقع اللي بتبقى في البشره والتصبغات والكلف والنمش والحاجات بقى اللي هي بيبقى فيها بقع شديده. فلو عملت ماسك قهوه بس، حتى لو انت عملتيه استمراريا كده ماسك قهوه او بن، ده هيزيل معاكي اللي هي البقع والتصبغات اللي بتبقى في البشره اصلا. تمام كده، حطيت معلقه وابتديت ان انا اقلب حاجه بسيطه. طبعا لو عايزه تزودي القهوه ما فيش اي مشكله، ممكن تحطي معلقه حابه تخليها اتقل من كده ما فيش مشكله. انا يا دوبك حطيت بس حاجه بسيطه من القهوه بتاعتي او البن، ممكن تستخدمي النسكافيه، المهم انها تكون سريعه الذوبان. كده خلصت اول وصفه وهركنها وهبدا اعمل معاكم الوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه جميله جدا للناس اللي عندها تجاعيد وعايزه تفتح بشرتها بسرعه جدا، ده اسمه ريفو او اسبرين حسب ما بيكون بقى عندك اسمه ايه. بس لو ما لقيتيش الريفو، في البديل بتاعه اللي هو الاسبرين، انا هاخد منه حبايه. تمام، وهبدا احط عليها، هوريكي برضك الاسبرين عشان الناس اللي مش عارفاه. بصوا ده الاسبرين وده الريفو، المتاح عندك تقدري تجيبيها تي مفيش مشكله، الاتنين واحد، اسبرين وريفو. تمام، الريفو ده عامه مشهور عندنا في مصر، الاسبرين هتلاقيه في كل البلدان يعني في كل الاماكن. هاخد كمان معايا معلقه من ميه الورد، معلقه صغيره. تمام، حاجه بسيطه كده بس لحد عشان الاسبرينه بتاعتي او الريفو بتاعي يبدا يبوش معايا او يدوب. هبدا اقلبه لحد اما يدوب تماما معايا، هي هتدوب بسرعه خالص. بصوا هو الطبق بس عشان ابيض، انا هحاول ابقى اجيب لكم اطباق صغننه كده الوانات علشان تشوفوا الوصفه اكتر. تمام، هحاول اوريها لكم. بصوا بقت عامله ازاي، انا حاولت فتتها على قد ما قدرت اهو، انا عايزه الميه بتاعتها بس، هي كده كده مع الوصفه هتبدا تدوب. هنا ده كريم بانسنول، ممكن تستخدميه او تستخدمي اي نوع كريم انت بتحبيه مرطب، انا بحب استخدم بانسنول في الوصفات لانه مش لانه طبيعي، يعني كريم طبيعي مش مثلا محطوط فيه حاجات كيماويه او حاجات من دي، لا كريم طبي طبيعي، فانا بحب استخدم بانسنول، فاللي يريحك انت استخدميه. لو عندك كريم مرطب بتحبيه حطي منه، لو عندك بانسنول حطي منه، اللي يريحك حطي منه. حطيت معلقه وابتديت ان انا قلبت الاسبرينه فيها، وهبدا اخد معايا معلقه صغيره من النشا او الكورن فلاور. طبعا النشا معروفه انها بتقلل المسام الواسعه وبتفتح البشره وكمان بتقلل الخطوط التعبيريه اللي هي بتاعه التجاعيد، فالنشا حلو جدا برده. بالكريم بتاعي بقى او الخلطه بتاعتي كويس،
عشان النشا ما يكتلش منه. وزي ما قلتلك ده مهم جدا، لو احتجتي ان انت تحطي حتة كريم كمان حطي، يعني حسب ما تخليها بس لينة معاكي وناعمة. انا بحاول اقربلك الطبق علشان تشوفي بس الخلطة، شايفة؟ طيب انا كده هحط كمان معاها نص ليمونة. عايزة تحطي ليمون لو انت بشرتك حساسة ممكن تحطي نقطتين اتنين، إيه لو انت بشرتك عادية حطي نص الليمونة كاملة، انا بحط نقطتين اتنين لان انا بشرتي حساسة. تمام، قلبتهم كويس وهبدأ ان انا احط معاهم الحليب البودر، هما اخر حبة هحطهم على ما اشتري بقى حليب البودر، وهبدأ ان انا اقلبهم كويس. حليب غني بالفيتامينات وكمان بيوحد لون البشرة وبينعمها وبيفتح البشرة جدا، فالحليب البودر من الحاجات الحلوة برضك اللي بتخش في الماسكات، بجد جميلة جدا وبتكون بتخلي البشرة طرية مش ناشفة. هنا بصوا الوصفة تمام، بس هبدأ ان انا احط كمان معلقة زيادة من النشا او الكورن فلاور، حاجة بسيطة كده معلقة صغننة. تمام، وهبدأ ان انا اقلبهم برضو كويس تاني. تمام، انا مسرعه على الفيديو عشان كده ايه ننجز يعني. هنا بقى هبدا اخد حته صغيره كمان من الكريم علشان اخلي العجينه زي ما قلنا تبقى كريمي كده، تتفرد، تبقى سهل الفرد على وشي او في المكان اللي انا عايزه افرد عليها الوصفه، تبقى بتتفرد معايا بكل سهوله. خلاص كده، طب يلا نجرب بقى الوصفه ونشوف هنستخدمها ازاي. اول وصفه دي يا جماعه بصوا بنعملها عادي، انا بس هوري، انا عايزه اوريكي لما بتنشف بنعمل ايه عشان بس نركز. انا هنا الوصفه دي القوام بتاعها، ركزي في قوامها، بسيبها حوالي من ربع ساعه لنص ساعه الوصفه الاولى لغايه اما تنشف تماما، من ربع لنص ساعه لغايه انا عايزاها تنشف خالص، البشرة تشربها كده وتبقى تمام. دي بتزيل معاكي الشعر الصغير لو انت هتعمليها على وشك، بتزيل معاكي لو انت في قشور في البشرة، في ناس بتبقى عندها قشور في البشرة مش عارفة تتخلص منها، لو انت بشرتك تعبانة مرهقة، بشرتك فيها تصبغات، بقع، كلف، نمش، مع الاستمرارية في حوار البقع والكلف والنمش دي لازم استمرارية، بفضل ان انا افرك فيها كده وهنزل كل حاجة من الجسم بالشكل ده، يبقى منظره بقى نازل الحاجات اللي احنا ننزلها مع الوصفة بالشكل ده. دي كده اول وصفة، غسلت ايديا وهنرجع نشوف قوام الوصفة التانية. بصوا ده قوامها جميلة جدا، وصفتين اجمل من بعض فعلا، يستاهلوا يعني مليون لايك بقى. انا عايزاكي كده تشجعيني وعملوا لي لايكات كتير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد للبنات وكلكم تستفادوا وكلنا نستفاد، وتشجعوني ان انا انزل لكم فيديوهات اكتر ومفيدة اكتر وكمان تبقى مغذية اكتر واكتر للبشرة وللجسم. ولو ما اشتركتش معايا في القناة انزلي اشتركي معايا في القناة وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك اول باول. طبعا احنا هنا بعمل الوصفة، الوصفة التانية دي بسيبها من 10 دقايق لتلت ساعة مش اكتر عشان فيها بس عصرة ليمون وبشرتك ما تتحسس، وببدأ ان انا اغسل جسمي بقى او بشرتي حسب ما انت حاطة الوصفة فين. وبس كده، ويا رب يكون الوصفة بتاعتنا عجبتكم النهاردة، وما تنسوش اللايك اللايك اللايك، وباي باي.